أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناقد العراقي حسان الحديثي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذه الجولة في رحاب القصيد. للنار قبلتها ووحدك قبلة، يا بعد ماء الطيبين وقبله، عيناك تائهتان فاجمع شملها، واسترض موتك إن جفاك بقبله. ما ضر وجهك حين يعصف عائدا من غربة كادت تعجل قتله، هو ما يزال على النوافذ ماطرا، لا يكتفي كالبائسين بطلة، أطعمه إن طلب البقاء سحابة، واتركه إن طلب البكاء محلة، فلعله ينساب في بغداده، ولعله ينهي الصيام لعله. يا أيها المنفي خلف قصيدة هي ما تزال على الدفاتر طفلة، لا تعتذر لليل، تلك حماقة، فالليل يعرف حين يظلم أهله. المتعبون وأنت سيد قومهم يستكثرون من الكلام أقله، يتهامسون مع الرياح كأنها هبل، بعين الخائفين تأله، ناموا بكهف الصابرين وكلبهم عند الوصيد الهش يبسط ظله، شجر على وشك السقوط، فما الذي من بعد أخضره الكثير أذله؟ شجر على وشك السقوط، فما الذي من بعد أخضره الكثير أذله؟ ومن الذي كسر الشموخ بأرضه وأتى لسيف التافهين وسله؟ من أين نقطف يا فرات تمورنا؟ وبكاء أشجار البلاد مذلة، سيمر قحط العمر، سبعك لم تزل سبعا عجافا يا عراق فقل له. سيمر قحط العمر، تلك رسالة حملت من الله القدير أدلة، سيمر قحط العمر رغم صياطهم، وتعود يا هذا العظيم جبلة. قال العراق وكان يعصر قلبه: أنا ما هزمت إذا خسرت الجولة، لي صولة الكبرى وهذا شوطهم، للغدر في عرف المحارب صولة، لي بين أوردة النخيل حكاية، لي بابل ولي الفرات ودجلة، وأنا العراق إذا بسطت عباءتي صارت على رأس الزمان مظلة، وأنا العراق إذا بسطت عباءتي صارت على رأس الزمان مظلة، وأنا العراق، وتلك صفحة عزتي هي ما تزال بحبرها مبتلة، وأنا العراق، فكيف تنصب فعله فوق المشانق دولة محتلة؟ وأنا العراق، وتلك صفحة عزتي
هي ما تزال بحبرها مبتلة، وأنا العراق، فكيف تنصب فعله فوق المشانق دولة محتلة؟ قال العراق وكنت أسمع قوله مثل الحصان إذا تأبط صهله، سيمر قحط العمر حين سنكتفي بالرافدين كنائسا وأهلا. بعد أن قضينا جولة مع القصيد، أدعوكم إلى متابعة فقرة هذا كتابي. أنا الكاتبة زحل المفتي. صدر لي كتابي حديثا، هذا كتابي نزف قلم، عبارة عن مجموعة خواطر، صدر عن دار يافا العلمية. يسعدني أن ألتقيكم في فقرة هذا كتابي، وسأقرأ عليكم بعضا من خواطري. غيمة. وقفت على حافة شرفتي أتتبع آثار رحيلك. أنا الهائمة في بحور الهوى بعد أن تحطمت سفني على صخور شواطئك. مرت غيمة رافقت نظراتي، اقتربت مني رويدا رويدا، احتضنتني لم تتحمل أوجاعي، ذرفت دمعاتها فأمطرت. فقرة أخرى ممكن. آه يا وطن، آه يا وطن، كم أنت قريب كقرب الروح مني. آه يا وطن، كم أنت بعيد عني كبعد جسد المنفي. آه يا وطن، انتظرتك طويلا، بحثت عنك في عيون المهاجرين. آه يا وطن، كم وقفت على عتبة العمر، نثرت جدائلي على ضفاف النهر، داعبت سعف النخيل، احتضنت الشاطئ، ناجيت القمر، ناديت، صرخت، آه يا وطن، سرقوك منا. أرجو أن تقتنوا كتابي وتستمتعوا بقراءته، كما قلت كتاب بعنوان نزيف قلم. شكرا لكم وشكرا لهذه الفقرة الرائعة. الخط هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون، وقدموا لنا أشكالا وألوانا جميلة، كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. بداية نتحدث عن أقلام الخط العربي، تنقسم إلى قسمين، قسم خشبي وقسم معدني. نعرض لكم القسم الخشبي. نوع من أنواع الخشبي اللي هو أقلام التومار، اسمها لامينوس. النوع الثاني برضو نوع من أقلام التومار، اسمه تومار، ويصنع من البامبو، ويصنع من مقاسات عديدة، يعني من 2 ميلي إلى 3 سنتي. وعندنا قلم اسمه جاوي، نوع من أنواع الأقلام، طبعا هو خشب تايلندي صغير الحجم، يبرى ويصنع ويشكل الخط العربي، من ثم يصنع له مقبض، ومقبض بلاستيك، مقبض خشب، لا يهم يعني، المهم انه اسمه جاوي، قلم جاوي. وعندنا قلم مثل القصب اسمه بامبو، وعندنا قلم اسمه هندام، قلم برضو آسيوي مثل القصب بس اسمه هندام. وعندنا قلم من البوص البلدي، نسميه من البلدي، من عندنا بلادنا، يعني بكون عذيال السيل، مجاري المية، فبكون جاهز للكتابة، لكن مش صلب كتير، مستعمله للقيسات الكبيرة، بكون جيد للكتابة ويتجانس مع الورق، لين يعني، لين على الورق. هذه نبذة عن الأقلام الخشبية. نتحدث الآن عن بري القصب للكتابة وأدوات بري القصب. يحتاج بري القصب إلى المشرط، أداة حادة، يحتاج إلى مقط، ويوجد كانوا القدماء العثمانيين القدماء وجميع الخطاطين يستعملوا مقط العاج، ويستعملوا سكين خاص للقط، ولكن أنا
لكي لا أعقد الأمور على الخطاطين، مشرط شفرة عادية يصلح، قطعة خشب تصلح، قطعة أكريليك تصلح، فشان الواحد يعني ما يحط عقبة قدامه إنه ما راح أقدر أبري القلم إلا بالأدوات الخاصة أو الأصلية، فأي إشي بزبط. ويوجد في طريقة بري القلم نحتاج إلى أوراق صنفرة، وهي من أوراق صنفرة الموبيليا والخشب، يستعملها النجار في عمله، وهي عدة مقاسات، يعني عدة قياسات، 120 150 المناسب تستعمله للقص. نبدأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم بالقصب. بداية نبتعد عن بداية القصبة، دائما في شوائب بيكون في بداية القصبة، نبتعد إلى لورا 5 سنتي 4 سنتي، نبعد عن المكان اللي فيه شوائب عشان ناخذ يعني أنقى إشي بالقصبة. نمسك القصبة ونمسك المشرط وندعم دائما أصبعنا بالقط عشان الواحد يوقع حاله، ما يضر حاله، ما يجرح حاله، يكون سحب إلى الأمام. فنبلش. أثناء القص بالمشرط يجب القص بانتظام، تأخذ من اليمين مثل الشمال، ما بصير جهة أكبر من جهة، لازم الواحد ما يستعجل في القصب. أنا أخذت تقريبا الشكل المطلوب بتناسقه بجماليته ويعني جودته للكتابة. الآن بدخل على مرحلة الصنفرة قبل قط القلم. مرحلة الصنفرة راح يكون عندي قصبة تاني اسطوانية، وباخذ درجة من درجات ورق الصنفرة الخاص بالموبيلي أو بالخشب. نبدأ بإيش؟ بالصنفرة المناسبة للسن الوحشي والسن الأنسي، مهم جدا توازن في يعني يكونوا طالعين باستقامة واحدة. ممكن الأمور يحتاج إلى من أخشن لأنعم، يعني كل ما نعمت القصبة بصير أفضل بالكتابة. الآن بنحف القصبة من ظهرها بس بفم القلم لمكان الكتابة، بس لفم القلم، ما بنزيد بالحف كتير لأنه يعتبر القشرة الخارجية للقصبة هو قوة للحبر، فيجب نحافظ على القشرة الخارجية، فإحنا بس بنحف رأس فم القلم هو اللي بنحفه ونجهزه للكتابة. طبعا طريقة يعني مش كتير، أي دوب خفيفة. برضو البري القصب يحتاج لمقاسات، مرات بنحتاج 10 ميلي، مرات نحتاج 5 ميلي، فاحنا يعني بنجود القصبة أو بنضبط القصبة بالقياس المناسب اللي بيلزمنا. ممكن برضو نلجأ لحف القشرة الخارجية وتسويتها بالصنفرة. الصنفرة كتير إشي مهم للقصبة، كل ما تصنفرت وتنعمت بصير انسيابية بالحبر، لما تكون القصبة كتير مريشة وكتير زايحة ووضعها سيء بصير بالكتابة سيئة، فضروري جدا نحافظ على نعومتها حتى أثناء الكتابة لما نكتب فيها ما نهملها، نغطها بالحبر ونحطها على جنب. شو بصير؟ بتصير كلها حبر، يجب ننقعها بمية، نمسحها بفايل ونرجع نعيد الكتابة فيها. الآن بنروح على مرحلة القط. القط طبعا في ناس تكتب باليمين، في ناس تكتب بالشمال، وفي بالقط في زاوية للقط. بالنسبة للزاوية هي زاوية اختيارية، الخطاط في خطاطين بيعتبروها الخط النسخ له زاوية، خط الثلث له زاوية، لكن أنا بعتبرها شغلة شخصية. في ناس تمشي مع الزاوية المائلة، في ناس تمشي مع الزاوية أقل ميلان، وتتعلق زاوية القلم بزاوية كتابتك للطاولة. يعني قبل شوي الأخ أحمد عرض طاولة زاوية ميلانها مرتفعة تحتاج قص أقل، زاوية نازلة كتير تحتاج زاوية أقل، فيعتمد شخصيا على البني آدم شو اللي بيلزمه ويشتغل عليه. هسه بنيجي للقط، نختار الزاوية اللي بدنا إياها اللي بتناسبنا، ندير بالنا لأنه الأدوات الحادة صعب التعامل معها، يعني بدها عناية. مهم جدا فم القلم يكون استقامته مستقيم،
يعني ما بصير القلم يكون مجوف أو في تقوس، ما بعطي أداء جيد في الكتابة. وبنهيئ حالنا على ورقة الصنفرة إنه إحنا بدنا نكتب حرف ألف حرف باء كأنه بدنا نكتب، يعني بنطوع القصبة على الكتابة. الآن أخذنا قصبة مبرية محفوفة جاهزة للكتابة. نحاول نكتب فيها حرف للتجربة. هذا ما يخص الأقلام الخشبية. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناقد العراقي حسان الحديثي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ حسان. أهلا وسهلا، ضيفا عزيزا على فضاءات وعلى الرافدين. شكرا لك ولضيافتك. حياك الله الكاتب والناقد العراقي، فرصة سعيدة أن نتجاذب أطراف الحديث وحياك الله. شكرا جزيلا. نتحدث عن كتابك حديث الخميس. حقيقة يعني أنا توقفت عند هذا العنوان، يعني لماذا حديث الخميس؟ ما أبعاد هذا العنوان؟ جميل. هو في الحقيقة حديث الخميس مرتبط بالذاكرة أو بالثقافة العراقية، نعم، أو بالثقافة العربية. خلينا نقول يوم الخميس هو يوم مميز عند العرب، لأنه ينتهي الدوام مبكرا، يفضون إلى بيوتهم، يتجمعون حول بعضهم، ثم يتحضرون ليوم عطلة، فيكون فيه مجال للقراءة وللاطلاع. فقلت أنه يوم الخميس هو يوم مميز لدى الفرد العربي. هذا لماذا الخميس؟ أما الحديث فلأنني اخترت أحاديث مختلفة لكي أنقل القارئ العربي سيما في الشباب من عالم التكنولوجيا والسرعة والإنترنت والموبايل إلى شيء من الثقافة والتاريخ والذاكرة العربية. فأصبح الحديث للخميس يعني، فسمي بحديث الخميس. يعني هل كنت يعني تمارس برنامج ثابت لهذه الأحاديث ثم جمعتها في كتاب؟ نعم، هو نعم. في الحقيقة كان هو عبارة عن مقالات، نعم، كل خميس تنزل على صفحتي الرسمية ثم نعم. تنشر في بعض الصحف العربية أو في بعض الصحف في لندن. يعني صفحة التواصل الاجتماعي تقصد؟ نعم. جميل، إذن نغوص الآن في الكتاب، مواضيع الكتاب. حقيقة مواضيع مهمة، يعني طلعت على الكتاب مواضيع شيقة جدا. أنت سميتها قطوف أدبية، حديث الخميس قطوف أدبية، اشتملت على مجموعة من النصوص تصدت لقضايا كثيرة مهمة. استوقفني نص العربية في يومها، واضح أنك تبدو مسحورا باللغة العربية من خلال ما وقفت أنا عليه من يعني أشياء مهمة ذكرتها أنت في هذا الموضوع، يعني حيث تقول أنها أمتع حديثا وأفهم معنى وأوفى بيانا وأثرى كلمات. الآن هناك، حضرتك تعرف أن هناك هجمة على هذه اللغة، هناك من حتى المتخصصون في اللغة الآن بدأنا نسمع منهم أنه اللغة باتت عاجزة، غير قادرة على استيعاب تطورات الحياة، غير قادرة على أنها تتفاعل مع التكنولوجيا، مع التطور العلمي، مصطلحات باتت قديمة لا يمكن أن يعني أن تنصهر مع تفاصيل التطور الإنسان. أنت بهذا العمق وبهذا الحب للغة العربية، كيف ممكن أن نواجه من يتبنى هذا الرأي وهذا التوجه؟ نعم،
من خلال مسيرة العمل والتنقل بين المدن العربية وغير العربية في الشرق والغرب، يعني اطلعنا على ثقافات وعلى لغات الشعوب. حقيقة غالب اللغات في العالم الغاية منها هو الإفهام، إلا اللغة العربية. اللغة العربية فيها إفهام وفيها قصدية، وأقصد بالقصدية أن المتكلم في اللغة العربية يجب أن يحدد ماذا يقصد قبل أن يبدأ بالكلام. وقد أشار يعني بعض علماء اللغة إلى هذا الموضوع، قالوا قولك جاء زيد غير قولك زيد جاء، لأنك عندما قلت جاء زيد أنت القصد منها هو المجيء، وعندما قلت زيد جاء المقصود هو زيد. فالتقديم والتأخير فيه قصدية، هذا لا يوجد في بقية اللغات حقيقة. ويعني صحيح الشعر الحديث تأثر باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية فيها قصدية طفيفة جدا في التقديم والتأخير، باعتبار أنك تقيم الآن في المملكة المتحدة في بريطانيا. نعم، حتى قبل أن أقيم في المملكة المتحدة، يعني من خلال أنه العمل ومن خلال قراءات بعض الآداب الغربية، لم نتوقف كثيرا، لم نجد أن هناك قصدية في اللغات الأخرى. هناك إفهام يريد أن يصل معك إلى ما يريد أن يصل إليه. في اللغة العربية كما أسلفت هناك قصدية، أو هناك دعني أسميها هناك ما وراء اللغة. ما وراء اللغة أنني لا أريد أن ما وراء الفهم، أنا لا أريد أن أفهمك فقط، أنا أريد أن أفهمك وهناك تخصيص في الفهم، أن أوجه أنظارك أو أوجه سمعك إلى ما أريد أن أقصد بدقة، أو هناك تخصص في عملية التقديم والتأخير. هذا جانب. الجانب الثاني هو علاقة اللغة العربية بالمنطق. اللغة العربية فيها منطق، وهناك من تكلم في هذا المجال وأسهب فيه حقيقة، وهو مجال جميل جدا، لأنه يتعامل مع اللغة على أنها كائن حي. المنطق أقصد فيه أنك على سبيل المثال للحصر، عندما تقول مثلا، عندما تجزم الفعل المضارع بلم، أو عندما يجزم الفعل بالأمر مثلا، عندما نجزم الفعل الأمر أو نجزم الفعل المضارع بلا ناهية، هناك توقف. الحركة في الفعل المضارع تعني الليونة، والأمر والنهي ليس فيه ليونة. عندما أقول لا تكتب وأتوقف أسكن الباء، هناك قطع، أي لا ليونة بعد ذلك. حتى يعني توافقت اللغة مع الحركة، مع الفعل. نعم، مع منطق ما نريد أن يعني أن نقول. عندما مثلا شوف، حتى عندما دخلت اللا الناهية على الفعل المعتل الآخر حذفته. ليش؟ لأن الفعل المعتل الآخر فيه ليونة، فيه كأنه استمرارية، بينما الجزم فيه سكون، فيه توقف، يعني في الفعل الصحيح الآخر. نعم نعم، فهناك منطق بين ما نريد وبين ما توفره اللغة. نعم، فهناك توافق، هذا لا تجده في بقية اللغة، أو إن وجدته تجده شيء طفيف. طيب، هذا الأمر حقيقة يغيب عن الإنسان العادي الذي لا يستطيع أن يلم بهذه التفاصيل اللغة، لكن الآن نسمع من متخصصين باللغة، اللغة العربية. يعني أحدهم قرأت له يقول أن كذا انتقل إلى كذا، آخر كلامه يقول واللغة العربية، يعني قال انتقلت من الجاهلية إلى العصر الإسلام، انتقلت إلى العصر العباسي والعصر الأموي، ثم انتقلت إلى العباسي، انتقلت إلى الأندلسي، في ختام كلامه وستنتقل إلى الرفيق الأعلى. ما معنى كلامه؟ أنها ستموت وهو مختص باللغة العربية. طيب، هذه التفاصيل الآن حضرتك تتحدث عنها، كيف تغيب عن المختص؟ هو شعور بالإحباط. نعم، لديه حقيقة، لتراكم عوامل الإحباط. نعم، على الفرد العربي، ربما وصل إلى هذه النتيجة، ولا أظنه يقصدها بالفعل يعني. نعم. شوف، هناك أيضا علاقة بين اللغة، ويعني كي لا نتجاوز هذا الذي يقول ما تفضلت به. نعم. هناك علاقة بين اللغة وبين الواقع. نعم. بين المكان، ومن ضمن الأشياء التي
التي يلقي بها المكان أو الزمان على اللغة هو التطور، بمعنى أن التطور العلمي كان له الأثر الكبير على اللغة العربية بالانتشار عندما كان العرب هم أهل الابتكار. فعندما ابتكروا آلة أو شيئا وأخذه أهل الغرب أو أهل الشرق من فارس ومن الرومان، أخذوا هذا الابتكار، بقي الاسم كما هو. على سبيل المثال للحصر مثلا، الشطرنج كلمة مات اللي هو يعني الملك، عندما لا تزال موجودة في كل لغات العالم، تشيك مات يعني أي مات الملك، لأن أصوله عربية أو لأنه عرب، إذا كان بعض من يقول أن الشطرنج ليس عربيا. الآن نحن الابتكارات لدى ليست لدى العرب، فتعريب هذه الكلمة مثلا كلمة كمبيوتر الآن نكتبها ونتعامل بها وهي مفهومة لدى الكبير والصغير. عند حتى في تعريبها عندما قلنا الحاسب الآلي لم يكن مستساغا كثيرا، رأينا أن كلمة كمبيوتر يعني قريب إليه لكن لا تعني المعنى الدقيق له. فالمكان والزمان والابتكار وتطور العلم له أثر على جميل. أوردت أبياتا لشعراء كبار يتغنون العربية و ذرتها الضاد، منهم أحمد شوقي يقول: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. والجارم أيضا يقول: يا ابنة الضاد أنت سر من الحسن تجلى على بني الإنسان. وتغنى بها الكثير يعني لا مجال لحصرهم الآن. لماذا يرى هؤلاء كل هذا الجمال ويغيب أو يعمى عنه الآخرون؟ حقيقة هناك من يتعامل مع اللغة كروح، وهناك من يتعامل مع اللغة كشيء جامد. غالب الناس اليوم يتعامل مع اللغة مثل ما يتعامل معها أصحاب اللغات الأخرى للإفهام فقط. الإبحار في اللغة يفضي إلى استكشاف أشياء هائلة في اللغة. يعني كثير من المفردات في اللغة تشير في دقتها إلى ما تريد. هناك أفعال كثيرة مثلا جاء حضر وصل إلى آخره من الأفعال، ولكن كل فعل مختص بشيء معين. هؤلاء الذين أحبوا اللغة وصلوا أو عرفوا هذا السر، والآخرون لم يعرفوا هذا السر فتعاملوا مع اللغة كشيء جامد، بينما من غاص في بحورها وفي أعماقها وجد أن هناك حياة. فتعاملوا مع اللغة على أنها لغة حياة نابضة. نابضة. من نصوص هذا الكتاب أيضا على الطلول، وهي طبعا عادات وأعراف العرب ما قبل الإسلام وبقية طبعا حتى استمرت، والأطلال أو الطلول هي بقايا يعني بقايا الدور أو بقايا يعني آثار العيش للناس. يعني أنا أرى أنها الوقوف على الأطلال والبكاء عليها نوع من الوفاء، يعني شعور جميل عند الإنسان التعلق بهذا يعني هذه الآثار وهذا الزمن الجميل الذي عاشه بين أهله وأصحابه ثم اندرست هذه الحياة. طبعا كما قلت أنه ينطوي على الحب والوفاء للأهل والأرض التي هي الوطن. لماذا الآن دعاة الحداثة يعتبروه عيبا على الشعر؟ شوف، هناك ثنائية أثارها الكاتب العراقي الشاعر العراقي سعد يوسف الراحل، هي ثنائية المنفى والوطن. وهذه القضية أنه يعني قضية بكاء الأطلال هي لها علاقة بقضية المنفى والوطن. ومن ضمن عباراته يعني الجميلة التي أنا يعني أعشقها هو قوله: ترحلت حتى لا ما عاد من مرتحل. يعني تنقلت وارتحلت وحتى بعد وين أروح يعني. اليوم دعني أضرب لك مثلا من الواقع. ابني مثلا الكبير ولد في بغداد، ثم غادرت بغداد أنا وعمره سنة وستة أشهر أو سنة وسبعة أشهر. ثم عاش الطفولة والمدرسة الدراسة الأولى في الإمارات العربية. ثم انتقل مرة ثانية إلى إنجلترا حتى يكمل دراسته. ثم الآن هذا الشاب اليوم إذا أراد أن يفكر بالوطن فبأي وطن سيفكر؟ الوطن العراقي الذي غادره وهو عمره سنة وسبعة أشهر،
أم الوطن الذي قضى فيه طفولته وصباه وهو الإمارات وهو ليس نعم. وطنه؟ أم بريطانيا التي قضى فيها شبابه وفتوته؟ فهناك ترحل نعم. حتى يصل الإنسان أن ما عاد من مرتحل. لا هو حقيقة ما عاد من مرتحل تعني المرتحل وتعني الصلة نعم. بالوطن الذي نسميه وطنا. أنا برأيي أن الارتباط بالوطن إذا كان يؤثر على إبداع المفكر أو الأديب أو العالم أو أي في أي مجال نعم. هو نوع من التحديد. لا بأس أن الإنسان يحن إلى يعني إلى وطنه، هذا لا بأس به قطعا، هناك نوع من الوفاء كما تفضلت، ولكن على أن لا يكون محددا. شوف الفرزدق عندما أعاب على ذي الرمة أنه يعني شاعر عظيم، ولكنه ألزم نفسه بما لا يلزم، ألزم نفسه ببكاء الديار وبكاء الخيمة معروف وبكاء مواطن النار نعم، وهذا يعني من لزوم ما لا يلزم يعني نعم. كان في اللغة وكان في الحياة فسح له أن ينطلق إلى جوانب أخرى، ولكن ألزم نفسه. فأنا مع من يبكي الديار ولكن لا يؤثر ذلك على إبداعه، يحن إلى الديار ولا يؤثر ذلك على تطور علمه أو تطور دراسته أو تطور، لأن العالم أصبح قرية حقيقة. يعني هل دعاة الحداثة كانوا ينطلقون من هذا المنطلق؟ أنا لا أقول أنهم كانوا ينطلقون من هذا المنطلق أو لا، ولكني أقول بأنه لا بأس على الإنسان أن يترك ما يحدده إذا كان سيمنعه في طريق التقدم. نعم. فأنا شخصيا لا أستطيع يعني أنام ليلة إلا لم أفكر في مدينتي حديثة مثلا نعم. أو في نهر الفرات، لكن لا أستطيع أن أجبر ابني الذي لم يرى حديثة نعم. ولم يعش على ضفاف الفرات بأن أقول له أن وطنك حديثة. معذرة سيد حسن، سنكون بعد الفاصل، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والناقد العراقي حسان الحديث. يعود إليك سيد حسان، كنا نتحدث عن الحنين للوطن والوقوف على الطلول، وحضرت قلت يعني ما أمنع نفسي أن أتذكر دائما حديثة اللي هي مدينة الولادة والصبا وضفاف الفرات، لكن ما أجبر أو أرغم ابني على أنه يعيش نفس هذه الحالة. لكن بدي أن أيضا يعني أعرف من خلالك، مؤكد أنه الأطفال فيما بعد زاروا العراق معك وعلى العائلة، فكيف كانت ردود أفعالهم عندما جاءوا إلى الوطن الأب وعاشوا هذه التفاصيل التي عشتها أنت قديما؟ هو في الحقيقة نعم، أنا لم أنقطع وأولادي لم ينقطعوا عن العراق، عن نعم. بغداد وعن حديثة أو حتى بعض بقية المدن، ولكن يعني الحنين إلى الأرض أو إلى المواطن الصبا مرتبطة بالذاكرة. نعم. وابني كما أسلفت يعني غادر البلاد قبل أن تتكون له ذاكرة، غادر وهو عمره سنة وبضعة أشهر يعني. فبالتالي بالتأكيد لن يجد ما أجد، لن يشعر بما أشعر. نعم. هناك ذاكرة مرتبطة لدي بماضي هو مفقودة لديه، ربما عندما يكون يعني يبلغ من العمر كذا سيكون له ذاكرة، ولكن ذاكرة موجودة في الإمارات التي قضى فيها مثلا صباه وطفولته، أو بإنجلترا التي قضى بها شبابه وفتوته، وهكذا. قضية الحنين والبكاء على الأطلال متعلقة بذاكرة الإنسان، وأنا أجزم أن الإنسان الذي يفقد ذاكرته سيفقد حنينه. نعم. لأن العامل الذي سينقله من حاضره إلى ماضيه هي إلى الذاكرة مكان نعم. هي الذاكرة. ذاكرة جميل. بالتالي نعم. العراق عراقان، هذا أحد مواضيع الكتاب أيضا، وهو إشارة إلى الكوفة والبصرة المدينتين اللتين احتضنتا الشعر واللغة والفصاحة، والآن إلى حد الآن يشار إلى المدرسة البصرية والكوفية. يعني
لماذا ارتبطت علوم اللغة والشعر بهاتين المدينتين على الرغم من أن اللغة العربية هي موجودة في الجزيرة العربية، في اليمن، في الشام، في مصر؟ لماذا هذا الارتباط حتى هذه اللحظة عندما يشار إلى المدارس اللغوية ويشار إلى المدرسة البصرية والكوفية؟ حقيقة يعني مدرسة البصرة والكوفة نشأتا بسببين، السبب سياسي وسبب أدبي. هذا من وجهة نظري. السبب السياسي هو انتقال عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة، نعم. عندما يعني جاء بها سيد الإمام علي، انتقلت مركز الخلافة وانتقل معها كثير من الأشياء. هذا جانب. والجانب الثاني أن أمير المؤمنين بنفسه هو شاعر وعاشق للغة ومفتاح باب العلم يعني. نعم. فبالتالي هو يعني تكون حول الإمام علي هالة من العلماء، هالة من الفقهاء، وبالتالي نشأت هذه المدرسة نشأة منطلقة من سياسة. نعم. كوجود العاصمة. أما في البصرة فانطلقت من باب أدبي، لأن البصرة كانت مكانا خصبا للشعراء. هناك أسواق للشعر كالمربد، نعم. هناك قبائل موجودة تلتقي في البصرة، جل شعراء تلك الفترة إما هم من أهل البصرة أو في حمى البصرة أو يتنقلون ما بين البصرة. أضف إلى ذلك بأن ساد يعني أئمة العلم سكنوا هذه المدينة، فبالتالي أصبحت يعني أصبح سيبويه يمثل المدرسة البصرية والكسائي المدرسة الكوفية. لكن لو نعود إلى أصول هذين العالمين سنجد أن هذا حضر هنا لوجود العاصمة، وهذا حضر هنا لوجود مركز الأدب. نعم. جميل. حضرتك أصدرت دراسات نقدية ومنها السياب شاعر الإنسانية. نعم. طبعا يعني وقف عند هذا العنوان. نعم. أنه يعني لا أجانب الحقيقة لو قلت أغلب الشعراء إنسانيون يمتازون طبعا برهافة الحس ورقة الوجدان، فلماذا خصصت السياب بجانب الإنسانية؟ نعم. حقيقة يعني هذا ما وجدته في شعر السياب. نعم. يعني كثرة ميول وإشارات ودلائل السياب، نعم. إلى قضية الإنسان هي التي جعلتني أسميه أنه شاعر الإنسانية. نعم. يعني لننظر أي شاعر سواء في القديم أو في المعاصر. نعم. في الشعراء الكلاسيكيين الذين يكتبون العمود، أو في الشعراء الذين يكتبون التفعيلة، الكل يخاطب ما يتيسر له. لكن السياب تراه يعني ينظر إلى الطفولة، ينظر إلى المرض، يحاكي الغربة. نعم. يحاكي الحنين، يعني إذا نظر إلى الشمس ربطها بالوطن. نعم. وإذا نظر إلى البحر ربطه بالوطن، وإذا نظر إلى المستقبل ربطه بالطفولة البائسة أو الكئيبة التي. نعم. عاشها. حتى في قصائده، شوف يعني مثلا من الشعراء المعاصرين استطاع أن يكتب عن العبيد، عن الظلم الذي لحق. نعم. بالعبيد. السياب كتب منزل الأقنان، وكان يقصد بالأقنان العبيد الذين كانوا يعيشون في منزل ليس لهم من حياتهم سوى العمل والأكل والنوم. لا لا. نعم. لا شيء. هذا فيه ظلم، بل. نعم. تمنى أنه لو كان خاطب أشباح الأقنان. هو في حياته لم يرى عبيدا. نعم. هو كأنه حاكى أشباح العبيد الذين كانوا في هذا المنزل. هذه صورة لا تجدها عند الشعراء. حتى عندما كتب عن قضية اجتماعية، كتب قصيدته التي هي أطول قصيدة كتبها، المومس العمياء. عندما كتب عن المومس لم يكتب عنها كحالة شاذة، وإنما حالة نشأت من المجتمع، من ظلم المجتمع. فبالتالي حاك المومس على أنها مظلومة، ظلمها المجتمع، يعني نشأت في بيئة مشردة، فيعني ألقى بها أو أفضى بها الطريق إلى هذا المآل. فهذه كلها تصب في قضية إنسانية، أنه هو يعالج الإنسان. نعم. كل ما كتب عنه السياب أو جل ما كتب عنه السياب
هو مرتبط بإنسانية الإنسان. فأنا يعني نظرت أنا يعني كأني أفهم هكذا أنه السياب أكثر شاعر أعطى مساحة واسعة في شعري إلى الحزن والدفاع عن حرية الإنسان والتأكيد على الجوانب الرقة وهذا التعلق ب كما قلت حضرتك بالقرية بالوطن دائما يربط هذه الحالات أنه أعطى مساحة واسعة في الشعر لحالات الحزن التي هو عاشها طبعا والمجتمع الذي نشأ فيه والبيئة التي تربى فيها. هو يعني إضافة بسيطة أستاذ محمد لما تفضلت. نعم. اللغة واسعة جدا والأدب هو ابن لهذه اللغة حقيقة. أنا يعني أشوف أن الأدب هو أنسنة اللغة. نعم. يعني فقضية الأدب وعلاقته بالإنسان. نعم. هي منذ نشوئه. نعم. فإذا أتى شعر وركز هذا الموضوع. نعم. يعني أعطاه مساحة أكبر. يعني حضرتك أيضا تحدثت عن موضوع الانتقال أو أن السياب حمل راية الشعر التفعيلي أو ما سمى في بداية انطلاقته الشعر الحر. انتقل من القالب الثابت للقصيدة العمودية العربية المتوارثة إلى هذا الفضاء الواسع. أنه فكك قوالب القصيدة العربية الموروثة وانتقل إلى فضاء القصيدة الحرة أو قصيدة التفعيلة. حضرتك تقول إن ما جعل السياب يبتكر تكرار التفعيلة الواحدة في المقطع الشعري إنما هو لإتمام المعاني والانطلاق في فضاءاتها لكي تكتمل صورها، آخذا بنظر الاعتبار أن القلة في التكرار هو الأصل وما الزيادة إلا ضرورة لإتمام المعنى. بودي أن نوضح هذا المفهوم الذي ذهبت إليه، ماذا قصدت فيه؟ هو بحور الشعر قائمة على تفعيلات. نعم. تتكرر هذه التفعيلات في الشطر. نعم. ثم في العجز. الشطر الثاني. نعم. ما فعله شعراء التفعيلة هو أنه كرر تفعيلة الواحدة أكثر من مرة وخرجوا عن القالب الكلاسيكي الموجود في الشطر الواحد. فيعني من رؤية شعراء التفعيلة أو من رؤية من كتب في هذا المجال أنه ما المانع أن نكرر تفعيلة مستفعل مثلا في بحر البسيط مرتين أو ثلاثة أو أربعة حتى يكتمل المعنى الذي نريد أن نقوله. نعم. الأصل القلة. نعم. التقليل عدم التكرار، ولكن ما المانع إذا تكررت التفعيلة مرة ومرتين وثلاثة في الشطر الواحد؟ نعم. الغاية هو إتمام المعنى. الغاية هو إضفاء الدهشة. نعم. شيء جديد، لكن أنا شخصيا أرى أن لا مانع من ذلك. نعم. ما دام الإيقاع. نعم. موجود. نعم. والميزان موجود، لا يوجد كسر، فالتكرار. نعم. هو التزم بالتفعيلة ومال إلى البحور الصافية التي هي تتكرر تفعيلة واحدة فيها. بعض. نعم. البحور فيها أكثر من تفعيلة. نعم. يعني بحر البسيط كما قلت فيه مستفعل فاعل. نعم. مستفعل يعني هناك مستفعل وفاعل. نعم. وأيضا بحر الطويل فيه مفاعيل فعول مفاعيل، وبعض البحور الأخرى أيضا تتكرر يعني تختلف تفعيلة. نعم. فهم لجأوا طبعا كما هو لجأ السياب إلى البحور الصافية التي. نعم. فعول 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 يعني مثل المتقارف. نعم. فعول فعول الرمل فاعلات فاعلات, فاعلات, فاعلات. نعم. الكامل متفاعل متفاعل. نعم. لأنها لن يقع في إشكال. نعم. فلكن التزم هو في قواعد الشعر الأساسية وهي التفعيلة، لكنه كسر نظام الشطرين، نظام حرف الروي القافية. نعم. يعني أعطى لنفسه فضاء واسع. نعم. حتى في كسر حتى في تغيير القافية. نعم. يعني أنا لم يعني أنا أجد بأن الأصل في تغيير القافية هي لخدمة المعنى. نعم. هي لخدمة المعنى بالضبط. له في الأصل أخذ يعني. نعم. أعطى نفسه حرية واسعة حتى في القافية وحرف الروي تقيد الشعر. يعني بالضبط حتى. نعم. في تدوير المعنى. نعم. يعني كان تدوير المعنى عند الشعراء السابقين تدوير البيت. نعم. تدوير البيت المدور. نعم. لا لا. نعم. تدوير المعنى إلى البيت الذي يليه. نعم. يعني المعنى لا يكتمل في البيت. نعم. فيكمله في البيت الذي يليه. نعم. كانت تعاب على الشاعر. وحتى البيت المدور أيضا. نعم. يعني
بالنسبة لرأيي الشخصي أنه يعني قد يكون أيضا عيبا على الشاعر أنه يربط الشطر الأول ككلمة. نعم. التدوير هو كلمة نصفها نصفها في الشطر الأول ونصفها يكتمل النصف الثاني في الشطر الثاني. الشطر الثاني. لا أنا أتكلم عن تدوير المعنى. يعني تدوير المعنى أنه لا تكتمل لا يكتمل في البيت. نعم. فيكمله في البيت الذي يلي. أنا لا أرى فيه بأس إذا كانت أنا في التفعيلة لا أرى فيه بأس إذا كان الأصل هو الإبداع. نعم. اما اذا كان التدوير بلا سبب يعني طبعا نعم. هذا يعني شيء يعني يقلل يعني من القصيده. جميل. تقول ايضا في بكائيه الشناشيل انت تقول لقد كنت مخطئا حينما قرات السياف في شناشيل ابنه الشلبي اسال نفسي هل كنا مخطئين. انت تقول اسال نفسي هل كنا مخطئين حينما كنا نصف شعر السياف بالرومانسي الخيالي. طيب أنا سؤالي هنا ما الدافع إلى هذا التساؤل؟ الدافع لهذا التساؤل هو قراءتنا الخاطئة للسياب في فتوتنا وشبابنا عندما نقرأ السياب على أنه شاعر ولم نغص في أعماق السياب. كنا ننظر من خلال الدراسات النقدية أو الدراسات المدرسية على أن الشاعر على أن السياب شاعر رومانسي أخذ بعض الرمز من هنا وهناك وفقط. لكن عندما قرأنا السياب وجدنا أن فيه فضاءات وأفق يعني تتجاوز موضوع الرومانسية. كان يعالج قضايا كبيرة جدا. عالج قضايا الغربة وقضايا ما أسلفنا عن الإنسانية الطفولة. ثم السياب أيضا كان لديه بعض الجرأة باللغة. استخدم استخدامات لم تكن موجودة في السابق. ذكرنا قبل قليل مثلا قضية متى يقف ومتى يستمر، متى ينتهي الشطر عند السياب ومتى يستمر. يعني في قصيدة غريب على الخليج على سبيل المثال يقول مثلا كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام بأن أمه التي أفاق منذ عام. هذين الشطرين توقف هنا وأكمل المعنى في بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها. كلمة فلم يجدها فيها أفق من الحزن والخيال ويعيش يدخلك في غابة من البؤس. يعني تتخيل أن طفلا يستيقظ من المنام فلا يجد أمه. لم يقل أنه ماتت فقط لم يجد أمه. دخل في عالم من الحزن. طيب بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها. بعد ما لج بالسؤال هو كلمة فلم يجدها أدخلك في عالم من الحزن. كيف أن الطفل يعني هذه أمه يعني العالم كله في أمه عندما لا يجد شيئا يعني. فشوف وين توقف السياب. هذه ما كانت موجودة في الشعر حقيقة. هذه كلها الفضل يعود في السياب أو لهذه المدرسة. هو متى نتوقف لكي نعطي فسحة للمتلقي. طيب ألا ترى أن السياف فتح الباب واسعا أمام المتطفلين على الشعر والانتقال من ما يسمى الآن ما يسمى قصيدة النثر، هذا الخلط بين النثر والشعر، حتى تسمية يعني أول انطلقت هذا اللون من الشعر سمي القصيدة الحرة أو الشعر الحر، ثم يعني سمي بالتفعيل حتى للتمييز بينه وبين ما يسمى النص النثري. ألا ترى أنه فتح الباب واسعا أمام المتطفلين؟ وأرجو باختصار دعنا نقول أو دعنا نقل أنه فتح الباب واسعا. الزمن غربال وناقد عظيم. لن يصمد أمام تيارات ورياح الزمن إلا الجيد. في الجاهلية هناك الآلاف ولم يصلنا إلا الصفوة. وفي العصر الأموي يقول جرير يقول هناك 84 شاعر شغلوني عن الإبداع بالهجاء لكن اللي وصلنا منه. فأنا أقول أنه فلنقل جميعا ما نريد أن نقول. البقاء للجيد. البقاء للجيد والزمن سيغرب. شكرا لك الكاتب والناقد العراقي حسان الحديثي. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.